Morning. اتوقع انه شفتوا الاشكال الهندسيه بتاعت الكون صح؟ طيب انا عايزكم في اسايمنت 2 كل واحد يختار شكل من الاشكال دي ويرسمه. اوكي؟ اوكي. حاعطيكم 20 مينت. ماشي؟ أسرع يا جدعان أسرع. ستوب. بص هي نوعا ما جميلة يعني، بس عايزك وانت بتمسك القلم يعني تحاول يعني يكون اللاين شوية مستقيم. ماشي؟ هسلمها لك بعد الليكتشر. يورك؟ انت يورك؟ طب بص هي في تعليقات خفيفة يعني بس على الشد. اوكي؟ أنا كاتب لك الكومنتس على جنب. تشارلي؟ مين تشارلي؟ أنت تشارلي؟ أنا الصراحة ما لقيتش أي كومنت على الواقع. يعني أنا هعطيك بونص بقى. اوكي؟
بس 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 هي الساعة كام دلوقتي؟ معلش انا مثلا جيت متأخر شوية بس وجيت متأخر ليه؟ بعمل حاجات وبتقطع الليكتشر بتاعي برضه. ما انا هقول لك اهو ما انا قول لي اتفضل اه قول لي انا سألت اديني بس معاه قول لي انا عملت شغل هبهرفوا كلكم وانتوا اللي ضحكتوا عليا وهبهرك يا مستر. هتهبلني يا مستر؟ هبهرك. طيب ابهرني يا مستر. بص الشغل ده هو انت اللي عامله؟ انا اللي عامله. اتاخرت عشان كنت قاعد بعمل سهران علينا من ده. فانتاستيك. وبعدين الواحد محتاج قرشين اليومين دول مش عارف اعمل ايه. مفيش غير حل واحد ان انا ابيع العمل الجديد بتاعي انا والمعماريين. ابيع ايه يا جوستاف؟ تمثال الحرية. بس ابيعه لمين؟ تبيعه لمين يا استاذ؟ تبيعه لمين؟ ايوه تبيعه لمصر. مصر فداوي افتتاح قناة السويس الجديدة اللي بيقولوا عليها ديت. جميل أوي الكلام ده. بس يا ترى كده لو تمثال الحرية ده راح عندهم هناك يا ترى كده هيعملوه ازاي؟ يا ترى هيعملوا فيه ايه؟ هتعملوا فيه يا مصريين؟ مشكلة. ماشي اتفضل.
اسمه جوستافو ومستر تشيلي، انك تقدر تتفضل لعندي. اوكي. تفضل. هذا؟ ايوه. تفضل. أنا المصور محارب سعد لحضرتك. اسم حضرتك إيه؟ أنا اسكندر جوستاف إيفل، حضرتك أكيد سمعت عني قبل كده. طبعا. أنا اتولدت في مدينة ديجون، مقاطعة كوت دازرو، سنة 1832. تمام. بس درست 4 سنين في مدرسة الهندسة، في درست أرت أند مانيفاكتشرينج. وكمان درست الايروداينامكس، ودي حاجه مكنتني ان انا اقدر اشتغل في شغل الحديد والستيل بالطريقه اللي انت شايفها. مظبوط. وبس ده كده الدين عن اللغز عني. لو حضرتك كنت سمعت عني في مؤسسه كبيره باسم موجوده حاليا في الوقت الحالي بتاعي. سمعت عن بس. طب انت ممكن تقول لي عمل تديني نبذة عن أعمالك قبل كده؟ كده حضرتك مش كده. أنا أول يعني عمل اللي هي من الأعمال اللي أنا بحبها جدا وكنت بفتكر فيها الأيرون بريدج. الأيرون بريدج بتاعي كان حضرتك موجود في باريس، عملته سنة 1858، وده موجود في جولو. طبعا حضرتك مقاطعة جولو. تمام. ماشي. وفي برضه اللي هو قرش الجبري، ده اللي عملته علشان معرض باريس اللي حضرتك بتسمع عنه. تمام. معرض باريس موجود هنا اهو. اكيد ده لازم نحطه قبل كده. طبعا. معرض للفن بالظبط كده. اما بالنسبه لحضرتك في بقى العمل الاخير وبونتي ماريا ديا بريتش، اكيد سمعت عن الكوبري ده. دي الأعمال بتاعتي يعني أشهر أعمال سبارين. طب أنت دلوقتي تصورك إيه للي أنت هتقدمه في الإكسبو دوت؟ عشان هو بالنسبة لفرنسا حاجة كبيرة، ده كأنك بتمثل فرنسا قدام العالم كله. أنا حضرتك يشرفني جدا إن أنا أمثل فرنسا في الإكسبو، وعالم فرنسا يرفرف على العالم على الشغل بتاعي، فدي حاجة جميلة جدا. عشان كده أنا فكرت في حاجة جميلة جدا، وهي إننا نعمل حاجة مختلفة شوية، حاجة مختلفة جدا عن سابق اللي احنا الأعمال موجودة في فرانكفورت. فكرتي موجودة عن برج، بس أهم حاجة احنا عايزين نبهر العالم بالحاجة اللي احنا هنعملها دي، حاجة ما تكونش اتعملت قبل كده، حاجة تبقى فريدة من نوعها، حاجة تبقى زي تجذب العالم لفرنسا، تخليهم ينبهروا من فرنسا واللي هي الحاجة اللي اتعملت. انا هبهرك. طبش خالص. انا هعملك شغلانة ما حصلتش قبل كده. هعملك برج ارتفاعه 324 متر. طب وده هتعمله ازاي بالنسبة لقوة الرياح وسرعة الرياح واللي هي عوامل الجو؟ كل ده مدروس حضرتك في دراسات موجودة اهي لكل الشغل ده كله. تمام. دي دراسة للحاجات اللي بنتكلم عليها، عوامل الجو والارتفاع وحتى التمدد، ان هو بيتمدد قد ايه، وان هو بيتمدد 10 انش في الصيف وبيرجعهم تاني في الشتاء. وحضرتك البرج ده هيبقى وزن حديد 7500 طن حديد. وفي اكتر من 500,000 مسمار في البرج ده، تخيل حضرتك العمل عامل ازاي؟ غير كده ان هو هيبقى ارتفاعه يعني ارتفاع الادوار بتاعه ك 108 دور. تمام. غير بقى ان هو هيبقى بالنسبه للستراكشر سيستم بتاع المبنى اللي انت هتعمله دوت، هيبقى عباره عن ايه او هتستخدم ستراكشر سيستم ايه في المبنى دوت؟ تراسس ويعني حضرتك قدام حضرتك. طب ليه هتستخدم التراسس كاستراكشر سيستم في المبنى؟ ان هو هي دي الجمال بتاعه، هي دي النقطه بتاعته، ان هو ان انا هبين الاستراكشر بتاعه، مش
مش هضيف عليه عوامل جماليه تانية، مش هديله كسوه، مش هديله اي حاجه، انا هعمله زي ما هو معمول بالظبط، هسيبه تمام. وكمان قدام حضرتك هيبقى فيه 15000 نموذج، 15000 نموذج مختلف للحديد، للقطعات الحديد الموجوده. فشايف حضرتك العمل عامل ازاي؟ بس والعمل ده اتحدد له، اتحدد له ان هو يصرف عليه كميزانيه قدام حضرتك اهي كده، ان هو يصرف عليه نص مليون جنيه. وكمان بقى هيحتاج 5 مليار وحده اضاءه عشان يعرف ينور على المعلم الجميل ده، عشان حاجه اكيد طبعا عشان يبان بالليل. غير بقى ان انا هعمل القاعده بتاعته، اول قاعده هتبقى مرتفعه 150 قدم عن الارض. دي حاجه جديده فعلا. بالظبط بس ف احنا عن زمان هنشوف الحاجات دي مع رئيسة الهيئة وندرس المشروع اللي احنا بنقدمه ده، وهنبقى نتكلم حضرتك. الميزانية مظبوطة ولا لا؟ هنبقى نشوف مع الهيئة اللي هو الإجراءات هتتم ازاي، وهنبقى نتصل مع حضرتك، هنبقى نتصل مع حضرتك. خلاص. دول الكلب ده يلا يا يلا يا كلب ظبطوه يا ابني، الحمد لله شوية حاجات جابوها على بعض. ظبطوا لي الكلب ده من ايه؟ بس في البقى كده. بص 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 بقى مش وقت. تتبع مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن نحن جماعة المعماريين الأحرار بقيادتي أنا أبو أيمن إسماعيل المعماري، خطفنا لهذا المعماري الحقير الفاشل، هذا المعماري الفاسد التافه الذي سرق مني ومن رجالي حق تصميم معرض إكسبوال في باريس في بلدنا الحبيبة فرنسا. فاز بها الفاشل خلسة وتزويرا على سحقا له، ولعنة الله على من أعطاه هذا الحق أجمعين. قد نتجاوز أمر اختياره قليلا وننظر إلى الأمام، ننظر الذي صممه وننزل إلى أرض الواقع وننظر الذي صممه، سنجده عملا بلا روح فيه لا يليق بكم أيها الشعب الفرنسي العظيم، يليق أكثر برعاة البقر الأمريكان الهمج والفلاحين في براري إنجلترا. ألا لعنة الله عليهم جميعا. ظهر المعرض ككتلة من الحديد الصماء لا روح فيها ولا شكل جمالي، ظهر كأنه مصنع حديد، كأشبه بمصنع حديد. وعلي وبناء عليه، فإن لم يتم هدم هذا المبنى المسمى بالجريف لعنة الله سمي على اسم هذا الفاشل على سحق الله، فإن لم يتم هدم هذا المبنى قبل الساعة السادسة من مساء الغد فسيتم ذبح هذا الفاشل، هذا الفاشل الجوستاف الحقير، وقد أعذر من أنذر. عاشت فرنسا حرة، عاش الفرنسيين الأحرار، الله، الوطن، أبو أيمن المعماري. إيه اللي أنت لابسه ده يا جوستافو؟ حضرتك معاليك، إحنا
مهندس بقى وكده انت عارف. يا ترى هتقدم لنا ايه النهارده يا جوستاف؟ انا عامل لك حاجه ما حصلتش قبل كده عندك في مصر ولا هتحصل. هتبهرني يا جوستافو؟ هبهرك. حاجه زي عندكم في فرنسا؟ دي فرنسا جبتها لك حد عندك هنا. يعني هنبقى زي فرنسا؟ فرنسا اعتبر حضرت معالي. طب ما تورينا اللي انت عملته. حضرتك شايف الكوبري ده؟ شايفه؟ هيتشال يبقى هيفتح. طب ما تفتحه؟ عايز نفتح دلوقتي؟ يا ريت. طيب ماشي. وريني افتتاح الكوبري اللي انت بتقول عليه. حضرتك دلوقتي انا هدوس على الزرار ده. تمام. هتلاقي الكوبري فتح كده. ماشي. شوف دلوقتي. هو ماله ما بيفتح؟ لا لا هو بس اتأخر شوية. ثانية واحدة. انت شكلك في حاجة غلط عملتيها. ثانية واحدة بس هفتح دلوقتي هيفتح. انت عايزة تضايق خديوي؟ لا يا عم والله ما عليك. حاضر ثواني هيفتح دلوقتي. تضايق خديوي من فرنسا؟ عادي سويت. الكوبري مش عايز يفتح. انت ازاي تعملي كده في خديوي؟ ازاي تضحكي على خديوي تقولي له كوبري يفتح؟ كوبري زي فرنسا؟ ازاي؟ ازاي؟ انا مو راضي على هذا الشيء.